السلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة. اليوم جيت نعمل معكم هاد الفطائر ولا هاد لي سوفلي اللي يجيو بزاف بنان بعجينة اقتصادية وخفيفة وخاصة ناجحة 100% للبنات المبتدئات. وجمعة مباركة على الجميع، ونمروا مباشرة باش نحضروا هاد الفطائر. ولهاد الوصفه نحتاجو كاس مملوء من الماء يكون دافئ. كما راكم تشوفوا البنات، راني ماشي نستعمل هذا الكاس اللي يحتوي على 200 مللتر، راني ماشي نستعملو جميع المقادير. نحتاج كذلك ملعقه كبيره مملوءه من خميره الخبز، وملعقه كبيره ممسوحه من السكر. نخلطو مليح هذيك المكونات بالخلاط اليدوي حتى اللي تنسجم منه، ونعاودو نضيفو بقيه المقادير. نضيف كذلك نصف كأس من الحليب بيكون دافئ أو ما يعادل 100 مللتر. كذلك ربع كأس من الزيت النباتي أو ما يعادل 50 مللتر. ونعاودو نخلطو كامل هذيك المكونات اللي ضفناها في الاخير. وفي هذه المرحله البنات نضيفو الدقيق تدريجيا. هنا انا كنت ضفت الكاس الاول، ثم الكاس الثاني، ونضيفو ملعقه صغيره مملوءه من الملح، والملح على حسب الرغبه. وهنا نبداو نجمعوا العجينه تاعنا بالدقيق الابيض حتى نتحصلوا على عجينه تكون خفيفه كما لكم تشوف. نغطيو هذيك العجينه تاعنا ونوضعوها في مكان يكون دافئ حتى لضعفنا الحجم تاعها، ونعاودو نوليو. وكما راكم تشوفوا، بعد ما خملت العجينه وضعف لي الحجم تاعها، نجيبوها ونرشو القليل من الدقيق الابيض فوق سطح العمل، ونقسموا هذيك العجينه تاعنا على زوج، وكل نصف نقسموه على 6 قطع ولا 6 كريات. نشكلوا هذيك العجينه تاعنا بهذا الشكل كما اللي راكم تشوفوا، ونعاودوا نجيبوا الحشو تاعنا اللي كنا ديجا حضرناه من قبل باش برد لنا. هنا البنات انا كنت ديجا حضرته هكذا باش الفيديو تاعنا ما يجيش طويل بزاف. وكما راكم تشوفوا البنات، هنا راني ماشي نستعمل صلصه الطماطم اللي كنت حضرتها من قبل، كذلك القليل من اللحم المفروم، والقليل من الجبن قطع والجبن مبشور. ونرفدو قطعة من هذاك العجين ونفتحوها بالوراق على سمك حوالي 2 مليمتر. نوضعو الحشوة تاعنا. هنا وضعت ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم كطبقة أولى، ونعاودو نوضعو القليل من اللحم المفروم،
ونضيفوا في الاخير الجبن كما اللي راكم تشوفوا، ونغلقوا هذيك الفطيره تاعنا مليح من الجوانب ونوضعوها في الصينيه اللي سخن لنا للفرن. وندهنوا البنات هذوك الفطائر تاعنا. هنا كنت استعملت بيضه واحده والقليل من الحليب. والتزيين البنات يبقى اختياري. هنا راني ماشي نستعمل السمسم ولا الجنجل هانكم اللي راكم تشوفوا، وتنجموا نتوما البنات تستعملوا الحبه السوداء وندخلهم يطيبوا بعد ما كنت سخنت الفرن تاعي على 200 درجه. البنات كي ياخذوا لنا اللون الذهبي من الاسفل نعاودوا نقديو لهم من الفوق حتى اللي يتحمروا لنا مليح ونعاودوا نخرجوه. كما راكم تشوفوا لي سوفلي ولا الفطائر تاعنا راهم واجدين، يجيو بزاف بنان وخفاف. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم، وما تنساوش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس الى عجبكم محتوى القناه، والى الوصفه القادمه ان شاء الله.